أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة، چوتھا سبق، الحیات اليومية، روزمرہ کی زندگی، الدرس الثامن والعشرون، 28 سبق. اس سبق کو کل میں نے ترجمہ کر لیا تھا یا ابھی نہیں کیا تھا؟ نہیں سر، کر دیے تھے، میں نے کر دیا تھا پڑھا بھی ترجمہ. تھا ہم نے. جی ٹھیک جی ہے، دو لوگوں نے پڑھا بھی تھا. صحیح ہو گیا. اور اس کی آڈیو سنی تھی آپ لوگوں نے؟ جی سر. آڈیو بھی سن لیتی. اب آپ ہی جو اس کا ترجمہ کریں اس ڈائلاگ کا. تاریخ متى تستيقظوا، آپ کب اٹھتے ہو؟ طاہر استيقظوا عند الفجر، میں فجر میں اٹھتا ہوں. أين تصلي الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ أصلي الفجر في المسجد، میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں. هل تنام بعد الصلاة، کیا آپ نماز کے بعد سوتے ہو؟ لا 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 أنام بعد الصلاة، نہیں میں نہیں سوتا ہوں نماز کے بعد. ماذا تفعل بعد الصلاة، آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہو؟ أقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. ومتى تذهب إلى المدرسة، آپ سکول کب جاتے ہو؟ أذهب الساعة السابعة، میں جاتا ہوں 7 بجے. هل تذهب بالسيارة، کیا آپ گاڑی سے جاتے ہو؟ لا أذهب بالحافلة، نہیں میں بس سے جاتا ہوں. متى تستيقظين؟ أستيقظ عند الفجر، أين تصلين الفجر؟ أصلي في المسجد. أصلي الفجر في المسجد. مسجد میں پڑھتی ہیں؟ أصلي الفجر. جي آپ مسجد میں نماز پڑھتی ہیں؟ الله أكبر. نعم سر، أصلي في البيت، أصلي الفجر في البيت. صحيح. هل تنامين بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن، و पार्टिसिपेट को क्या कहेंगे सर؟ أو شاركو؟ أو شاركوا، أو أشاركوا في عربي كلاس. في درس اللغة العربية. جي أشاركوا في درس اللغة العربية. هل تعملين؟ عملينا يا كنت جواب أنا لكني نيني نه سر. لا لا أنا عند لا أنا تعملينا نہیں، عاملين آئے گا نا سر اپنے پہلے لیے. اردو میں جواب دیں اس کا. جی آپ سوال کیجیے سر. کیا آپ کام کرتی ہیں؟ جی نہیں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں. لا لا انا انام لا رب لا انا ربة المنزل. لا انا ركبة المنزل. ربة المنزل. ركبة المنزل، لا انا ركبة المنزل. متى تطبخين الفطور؟ الساعة الثامنة. صحيح. ومتى تكنسين البيت؟ بعد فطور، بعد الفطور. بعد في الفطور، نہیں بعد فطور. بعد الفطور. After breakfast.
ومتى تطبخين الغداء؟ الساعة 12، الساعة الثانية عشرة. كم طفلا لك؟ أنا طفلي 3 كيف حالك؟ لي I have three children. 3 أطفال. لي 3 أطفال. هل هم في المدرسة؟ نعم. صحيح. متى هم يرجعون إلى البيت من المدرسة؟ الساعة 6، 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
से जी, मतलब हमता स्कूल ट्यूशन वगैरह। हमता यजहबून। हाँ, वाह वाह। एक एक बजे को क्या कहेंगे सर? अस्सातुल वाहिदा अस्सातुल वाहिदा। ومتى تنامين؟ أساتوس إحدى عشرة، और هو أو إحدى عشرة هو عشرة، أساتوس عشرة. الساعة الحادية عشرة أو الساعة العاشرة. نعم، इसको सुने और साथ साथ रिपीट करती जाए। الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثامن والعشرون، المفردات، العرض، انظر واستمع وأعد. يا نعم، يستيقظ، يستيقظ، يذهب، يذهب، الساعة السابعة، الساعة السابعة، سيارة، سيارة، حافلة، حافلة، مدرسة. مدرسة. تدريب واجب أن الأسئلة باختصار وكرر سؤالوں کے مختصر جواب دیں. مختصر میں بس عند الفجر بول دیں گے تو بھی چلے گا سر؟ بس نام لے سوال پڑھ پہلے. سوال میں کیا جی، پوچھوں اس نے آپ سے؟ من يستخف من من يستيقظ عند الفجر؟ تاريخ؟ مَن جي يستيقظ عند الفجر، اور جواب میں کہتے ہیں جي جي تاریخ. بس تاریخ جي کافی. جي أين يصلي الفجر؟ في المسجد. هل ينام الطاهر بعد السلام؟ لا. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ يقرأ القرآن. متى يذهب إلى المدرسة؟ الساعة الثامنة. ठीक है सर। ठीक है.
متى يذهب كيف يذهب بالحافلة؟ अभी जो अगला सवाल है متى؟ इनमें हमने थोड़ी जी तब्दीली करनी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं। तो तस्तई कीजो के बजाय आपने कहना है तस्तई की जीना, अंत के बजाय अच्छा, कहना है अंती, अंतिम अंतिम तसल्ली अच्छा के बजाय लड़की। कहना है तुसल्लीना, तफलो के बजाय कहना है तफअलीना। तो इस टाइम में तब्दीली करनी है पहले, फिर उनका जवाब देना है आपने। मता तस्ते किजीना अंती, मता तस्ते किजीना अंती, अना यस्ते किजीना जवाब में भी आएगा सर, नहीं, यस्तैकिज़ ही अना आएगा ना, अना अस्तैकिज़ु, यस्तैकि अना अस्तैकिज़ु असातुस असातुस खामिस असातल खमसा खामिसा। असातल खामिसा अना तुसल्लीन अल-फज्र أصلي أصلي الفجر في البيت، أصلي الفجر في البيت، ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟ ماذا تفعلين؟ تفعلين جي ماذا تفعلين بعد صلاة الفجر؟ تفعل أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر، أقرأ القرآن بعد الصلاة الفجر. أقرأ جي. الوحدة الرابعة चौथा यूनिट है हयात अल-योमिया, रोजमर्रा की जिंदगी, अंदर सुत्ता से वाले शुरून, 29वां सबक है ये। वालदा कहती हैं हाजा यौमुलुतला, ये छुट्टी का दिन है। अल-अब सर मैं जवाब कोशिश करूं करें कोशिश। जी, अलहुम हाजा यौमुल उत्ला ये छुट्टी का दिन है, अल अब वालिद हाजा यौमुल अमल ये काम का दिन है, अल माजा सतफ अलू या तारीख वालिदा कह रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो है तारीख तारीख साकुनु सु गुरफतुल जुलूस, मैं कमरा साफ कर रहा हूँ, अल उम माजा सतफ अलीना या फातिमा वालिदा, और तुम क्या कर रही हो ए फाति ए लतीफा है ना सर, नहीं ऊपर फातिमा, और तुम क्या कर रही हो ए फातिमा फातिमा साक नुसु गुरफतन नौम, मैं बेडरूम साफ कर रही हूँ, अल वमाजा सतफ अलू या अहमद, और अहमद तुम क्या कर रहे हो अहमद, सअगसिलुल मलाबिस मैं कपड़े धो रहा हूँ, अल वमाजा सतफ अलीना या लतीफा, और ए लतीफा तुम क्या कर रही हो, लतीफा सअकबिल मलाबिस मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ, कपड़े इस्तरी कर रही हूँ, अलजद्दा अना सअगसिलुल अतबाक मैं बर्तन धो रही हूँ, अलजद व अना साफरल कुरआन सأقرأ القرآن، सअकराउल जी सअकराउल कुरआन मैं कुरआन पढ़ रहा हूँ, ठीक सर सही। स्टूडेंट है वजी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपके पास किताब है कागजी शक्ल में? नो सर। ओके, एक्सरसाइज बुक वगैरह भी आपने प्रिंट नहीं करवाई, इसका मतलब है। ठीक जी सर। है, आप सुन ले फिर क्लास में।
الرابعة الحياة اليومية. الدرس التاسع والعشرون الحوار الثاني، انظر واستمع. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. अब आपने भी साथ साथ रिपीट करना है यानी هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل؟ سرع آواز نہیں آ رہی. سأغسل الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن. وأنا سأقرأ القرآن. سأقرأ القرآن. ولا अब आपने इसको सुनकर रिपीट करने जुबानी أن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. هذا يوم العطلة. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طارق؟ ماذا ستفعل يا طارق؟ سأكنس غرفة الجلوس. سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ وماذا ستفعل يا أحمد؟ أغسل الملابس. أغسل الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا سأغسل الملابس. وماذا تفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. أنا سأغسل سأقرأ القرآن. الأطباق. سأقرأ القرآن. सर ये सीन जो आ रहा है तो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसके लिए आ रहा है नहीं सीन सत्ता मुस्तकबिल फलीना होता है मुस्तकबिल
यस करीब के मैं लिए ना, जी मुस्तकबिल करीब के लिए। जी वैसे सोफा को ज्यादा करीब के लिए कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये कोई इतना सख्त रूल नहीं है, बंदा दूर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है सा को। अच्छा, मतलब सा ऐसे में जरूरी नहीं है, मा जाता फलीना भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी सर, जज़ाकअल्लाह खैर। ये मैंने पढ़ के ट्रांसलेट करना है सर। जी दिस इज द हॉलीडे, हाजा यौमुल उतला। दिस इज द डे ऑफ वर्क, हाजा यौमुल अमल। व्हाट विल डू यू ओ तारीख, माजा तफअलु ओ तारीख, सतफालू माजा सतफअलु ओ तारीख। आई विल स्वीप द लिविंग रूम, अना अफअलु सतफअलु आएगा सर। अना साकुसु अना साक साकुसु साकनुसु। जी हाँ, साकनुसु साकनुसु फिल जुलूद फिल गुरफतल गुरफतुल जुलूस जुलूस। आना साकुसु गुरफतल जुलूस أنا ساكن في غرفة الجلوس. أنا سأكنس غرفة الجلوس. أنا سأكنس غرفة الجلوس. And what will you do, O Fatima? وماذا تفعلين O Fatima؟ وماذا ستفعلين ओ फातिमा। आई विल स्वीप द बेडरूम, सअकनुसु फी गुरफतुन नौम। फी नहीं आएगा गुरफतन ना सर इसमें, सअकनुसु गुरफतुन नौम, नौम गुरफतन नौम, सअकनुसु गुरफतन नौम। आई विल वॉश द क्लोथ्स, أغسل ملابس، سيلو الملابس سأغسل الملابس. And what will you do, O Latifa؟ وماذا ستفعلين O Latifa؟ ستفعل ستفعل سأقضي سأقضي الملابس، سأقضي الملابس. I will wash the plates، سأغسل الأطباق، أطباق. And I will read the Quran، وأقرأ القرآن. Yeah, I will wash the plates جدہ کے لیے ہے، اور یہ I will wash the plates जद्दा के लिए है, और ये एंड आई विल रीड द कुरान जद के लिए है। ريبيت كان ساعة ساعة الوحدة الرابعة، الحياة اليومية. الدرس التاسع والعشرون، المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. يوم العمل، يوم العمل، يوم العطلة، يوم العطلة، أطباق، الطباقة، يكنس، يكنس، ملابس، لابس، يغسل.
يغسل، يكوي. يقضي. أجيب عن الأسئلة باختصار، وكان سؤالك مختصر جواب دي. من يغسل الملابس؟ لطيفة سر، اوكي، कोई भी नाम ले सकती है, मसला नहीं है. कोई भी. جي. من سيكنس غرفة الجلوس؟ أحمد. من سيقرأ القرآن؟ جد. الجد. من س... الجد. من سيكنس غرفة النوم؟ طارق. من سيغسل الأطباق؟ فاطمة. من سيقضي الملابس؟ الأم بھی کہہ سکتے سر. ठीक है, आलोम कह दे. كم أفراد الأسرة؟ أسرة. الخامس. मेरे घर में 5 बच्चे ना, 2 मियाँ बीवी, 7 हो गए, दादू दादी सात आठ होंगे तो आठ नहीं, मतलब हैं. हमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही कहना है या हम अपने ऑन से भी कह सकते हैं, इसलिए कहा था सर. अगर ऑन से कहेंगे तो जी फिर खमसा तो अफराद. ऑन खमसा तो अफराद, खमसा तो अफराद. मन हूँ हम मन हूँ तो पूरी फैमिली के बारे में कहना है सर. الأب والأم، طارق، لطيفة، فاطمة، الجد، اچھا مطلب الجدة. سبقا. ٹھیک ہے، الاب، الام، الجدہ، الجد، الفاطمہ، اللطیفہ، الطارق، طارق، احمد. متى هذا الحوار؟ وہ کب हिवार का मतलब डायलॉग है ना सर. हाँ जी, ये मुकालमा कब हुआ? अच्छा ये फिल छुट्टी उतला. यौमुल जी उतला. यौमुल उतला. نهر، دن، ساعة، घंटा. دن घंटा. نهار، نهار. نهر، ساعة. ساعة، أحد، ايك ساعة. ايك ايك यहाँ पर आएगा ساعة घंटा. सेकंड वन सर. एक वाह. थर्ड वन सर. أحد नहर. ये थर्ड वन सर. نهر جميع جميل. نهر نهر. فرسٹ ون غلط. رات ہے. ہاں سر سوری. تھرڈ ون. تھرڈ ون نهر جميع. فرسٹ ون جميع أحد سكند ون أحد ساعة فرسٹ ون ساعة فرسٹ ون جميع أحد سكند ون أحد
Second one. جميع Second one. سو Two. Third one. سو Third one. سو نذير أب أعلم صعب شنو عالم عالم أعلم دار دار sixth one ليل بينة ولد بينا بينة sixth one بيت بيت قرية يد ملك first one قرية قرية fifth one ما ما ظل خلق عالمين 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 fifth one بنية بنية أصحاب بنية أب أصحاب first one أصحاب بنية ابن first one sir ابن بنية نساء آباء نساء second one نساء ولد fourth ولد one آباء نذير خالد 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 تخليق خلق fourth one خلق آباء ولد نذير 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 sixth one ناس ناس سماء كل يوم كل كل شيء سكن شيء كل سماء يوم سما سماء سكن سيكست ون قلب یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. کسی کا کوئی سوال؟ سر ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے سر ہاں 15 منٹ جلدی کر دیا ہم نے. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ